ننطلق من إسبانيا، حيث أعفى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا من مهامها عقب تعديل حكومي. وتأتي إقالة أرانشا غونزاليس لايا من الحكومة في سياق مطبوع بسوء تدبيرها لعدد من الأزمات الداخلية والخارجية، إذ عرفت بسوء تدبيرها للمشكل مع المغرب والخلاف حول التعامل مع انفصالي كاتالونيا. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا القرار يعد محاولة من رئيس الوزراء الإسباني من أجل تخطي عدد من الأزمات الدبلوماسية، وأبرزها الأزمة مع المملكة المغربية، مضيفة أن أرانشا غونزاليس لايا تعد من أبرز المتورطين المباشرين في قضية دخول المدعو إبراهيم غالي إلى الجارة الشمالية للمغرب بهوية مزورة، والتي أجرى القضاء الإسباني تحقيقا بشأنها. ولم تخفي عدد من المصادر أن هذا التعديل الحكومي الجديد الذي سيطال أيضا عددا من وزراء حكومة سانشيز يسعى لإعطاء دفعة للسياسة الخارجية واستعادة مناخ الثقة مع المغرب. ومن أجل مناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية محمد بودن. محمد بودن أستاذ، مرحبا بك. أهلا وسهلا سيدتي. في البداية أستاذ، هل يمكن أن نعتبر بأن أهم ما ميز التعديل الوزاري الذي قام به بيدرو سانشيز هو إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية، لاسيما وأنها عرفت بفشلها في تدبير عدد من الملفات الدبلوماسية؟ في الواقع كان متوقعا بطبيعة الحال الاستغناء عن أرانشا غونزاليس لايا، التي طبعا أشعلت الكثير من الأزمات الدبلوماسية لطبعا إسبانيا مع دول هامة جدا بالنسبة لإسبانيا كالمملكة المغربية ودول في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية. فشلت في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الأزمة المتنامية مع دول في أمريكا اللاتينية كالبيرو ونيكاراغوا وكذلك المكسيك. ثم يمكن القول بأن الأزمة الكبرى التي أضعفت كثيرا وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا هي الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، بعد طبعا اشتباكها مع مؤسسات أخرى ويعني تسهيلها لدخول المدعو إبراهيم غالي بالطريقة المعلومة. وبالتالي فأعتقد بأن يعني هذا إقرار بفشل الوزيرة في تعزيز وجود إسبانيا على الساحة الدولية، وأيضا قوضت الثقة والشراكة مع المغرب كأهم شريك لإسبانيا. لا شك بأن بيدرو سانشيز تيقن من أن صورته الدولية ومكانة إسبانيا الإقليمية ستتضرر أكثر إذا طبعا استمرت أرانشا غونزاليس، وبالتالي فعودة مانويل ألباريس يعني خوسي إلى يعني مونكلوا أعتقد بأنها تأتي في إطار يعني الاعتماد على شخصية جديدة من أجل استعادة العلاقات مع أطراف دولية، وأيضا من أجل طبعا يعني أن يكون بيدرو سانشيز مرة أخرى في دائرة الضوء. طيب، سبق للحزب الشعبي الإسباني، سبق له أن طالب باستقالة أرانشا غونزاليس لايا لإدارتها الكارثية للأزمة مع المغرب وطريقة تدبيرها لقضية المدعو إبراهيم غالي. هل ساعدت هذه الدعوة في اتخاذ هذا القرار؟ لا شك بأنه كانت هناك الكثير من العوامل، هناك العوامل المحددة وهناك العوامل المساعدة في طبعا الذهاب في اتجاه طبعا هذا التعديل، والذي تبقى أرانشا غونزاليس لايا من أبرز العناوين، عناوين هذا التعديل، خاصة وأن هناك إدراك من إسبانيا يعني لأهمية المملكة المغربية كشريك استراتيجي لإسبانيا، ثم أيضا حاجة إسبانيا لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الأمني للمملكة المغربية. أعتقد بأن التقييم الواقعي أدى في النهاية إلى اتخاذ هذا القرار،
وهو قرار يعني يأتي في إطار رغبة إسبانيا أو الحكومة الإسبانية في يعني تعزيز يعني الصورة الدولية، وأيضا البحث عن فرص اقتصادية مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها إسبانيا. يعني كانت الأزمة مع عدة أطراف يعني مؤثرة على فرص إسبانيا الاستثمارية، وأيضا على يعني وصول طبيعة الحال يعني العروض طبيعة الحال الاقتصادية للسوق الإسبانية، وبالتالي فهذا أدى في النهاية إلى يعني فشل طبيعة الحال أرانشا غونزاليس في الدبلوماسية الاقتصادية، وأيضا فشلها في تدبير يعني العلاقات مع عدة شركاء ومن بينها المغرب. أعتقد بأنه يعني في تقديري المؤكد أن الوزيرة لايا مثلت عامل توتر في العلاقات المغربية الإسبانية، ويعني إعفاؤها يدفع بهذا العامل السلبي بعيدا، لكن يجب قراءة العلاقات المغربية الإسبانية وآفاق مرحلة جديدة في هذه العلاقات وفق مقاربة شمولية طيب يعني تعتمد على في منطق. سياق الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية، بات من الواضح بعد هذا الإعفاء أن حكومة سانشيز تسعى لتخطي عدد من الأزمات الدبلوماسية، أبرزها كما ذكرت الأزمة مع المملكة المغربية. ما هو مصير العلاقات المغربية الإسبانية بعد هذا التعديل الوزاري أستاذ؟ المؤكد أن يعني الرغبة في غد أفضل يعني من طرف إسبانيا مع المغرب أعتقد لا تعتمد على مسألة إعفاء وزيرة وتغيير مسؤول بمسؤول، بل أعتقد بأنه يجب يعني بناء منطق جديد يعتمد أساسا على المنفعة المتبادلة وعلى الاحترام، وأيضا يجعل من أسس الشراكة يعني ذات مضمون. وأعتقد بأن تدعيم ما هو إيجابي والتخلي عن ما هو سلبي في العلاقات يعني المغرب الإسبانية مسألة مهمة، لكن أعتقد بأنه ينبغي معالجة الأسباب المؤدية للأزمة، والتي يعني في حالة عدم يعني معالجتها وبالرغم من تغيير مسؤول بمسؤول ستبقى علاقات هشة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. ولذلك فأعتقد بأنه هناك بطبيعة الحال أخطاء أدت إلى الوضع الحالي، المسألة المتعلقة بالحدود البحرية، مسألة دخول المدعو إبراهيم غالي، ثم الموقف يعني المتعلق بالمصالح المغربية وخاصة موقف إسبانيا بشأن الصحراء المغربية، والذي يبقى موقف غير يعني موقف في الحقيقة متذبذب، فضلا عن بعض الردود المتصلبة في بعض يعني المحطات، وبشأن بعض يمكن القول تسميتها بالأزمات النائمة والتي يجب معالجتها في إطار من الحوار والتفاهم. وأعتقد بأنه يعني العلاقات المغربية الإسبانية هي علاقات هامة في المحيط، لكن أعتقد بأن المقاربة يجب أن تكون شمولية من طرف الحكومة الإسبانية، ويعني دفع عامل التوتر المتمثل في الوزيرة لايا أعتقد بأنه خطوة في بداية الألف ميل. طيب جميل. المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية محمد بودن، أشكرك على كل هذه التوضيحات.